حباتي غزالاتي كليرين، لاباس عليكم؟ اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ سلام حبيباتي غزالاتي كليرين، لاباس عليكم؟ اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ اليوم البنات جبت لكم واحد لي برودوي من شركه فيستيج. هاد الشركه هادي فيها لي برودوي غزلان 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 فنين، انا جربتهم. شنقول لك، ماشي اول مره كنشري منها، دائما كنشري. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. فيها لي برودوي بيو، ما فيهم حتى شي ضرر على الانسان، ما فيهم زعما يعني الاستفاده منهم، يعني كتستافدوا منهم بنسبه يعني 100% لأي حاجه بغيتو تعالجو منها. يعني هي مواد عضويه، ما فيهاش، ما عندك مناش تخافي. وبلوس فيها لي برودوي، يعني لي شامبو، لي ماسك، قولي لي كريم، قولي لي كرون ديال لوجي توتال، يعني اي حاجه كتعلق بالمراه كاينه، وتا بالراجل. يعني انا دابا يلا بغيت نشارك معكم كل حاجه، انا نقول لكم كل حاجه اللي عيش كتصلح. الصويبين العزيز عليا هادي، هاد الصابونه ريحتها كتحمق. هادي الصابونه فنه، سمحوا لي. هادي صابونه ريحتها كتحمق، ما كرهتكمش تشموها. وكاين عاوتاني هاد القماش، قماش كيصلح للجسم كله، غزال ريحته كتحمق، كديريها يعني كيسد حتى المسام اللي عند، بالنسبه اللي عندها البشره ديالها فيها المسام مفتوحين كيسدهم. هذا زيت الشعر، هذا كنخدمو لبنتي وليا. بنتي عندها الزغبه شويه واقفه، يعني شعر حرش كي كنقولوا. هذا كيخليها شعرها ما كيتشعكش، الشعر ملي سرطب يعني ما كنلقاش مشكل معاها، حتى في المشطافش كنجي المشط ما كنلقاش مشكل، راكم عارفين شعر الحرش كي كيبقى فيه. وهذه البرودوي ديال النيم، وهذه سبيرولينا الحبيبه العزيزه عليا. ودابا نجيو للبرودوي ديال النيم. هاد البرودوي هذا هو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات بالدم، يعني كاين الناس اللي كيكون عندهم الفطريات يعني الميكروب في الدم، وهذا يعني راه مزيان بزاف. وكيساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم، حتى هو بالنسبه اللي فيه السكر. بنتي كتضحك حدايا. وكيصلح في علاج المفاصل اللي عنده الالتهابات في المفاصل اللي كيحرقوه عظام، واللي يعني اللي عنده الروماتيزم، اي واحد كيشكي من شي حاجه في العظام مزيان ليه. و كيساعد في منع الاضطرابات الهضميه والقرحه ديال المعده. هذا البنات غزال، وبلوس فيه واحد الخاصيه معروفه في النيم، انه كيصلح حتى تخدموه. انا مخدمه كمانع حمل، معروف يعني تزيت زيت النيم حتى هي. انا اختاريت هذا الحبوب ديال النيم، يعني شوف شحال من خصائص فيه، زائد هاد القضيه ديال المنع حمل. يعني انا مابقيتش كناخذ لي بيلول حيت ضروني بزاف، وداروا لي بزاف ديال المشاكل اللي كيست بزاف. وبقيت راحتي على هاد البرودوي هذا، يعني مزيان. اي وحده بغات زعما تاخذوه مزيان. كاين هاد الشركه هادي نسيت ما قلت لكمش، كاينه في الامارات، بالنسبه للبنات اللي في الامارات اتصلوا بيا او لا يسولوني، انا مستعده انني زعما نوريهم فين كاينه الشركه الا بغاو يشريو ولا شي حاجه. بالنسبه للحبه ديال النيم هكا كتكون خضراء، جبتها لكم باش تشوفوها. راه البوطه كانت عامره، يلا قربت نساليها، خاصني نصيفط على واحده اخرى.
يعني كتاخديها ما كتحسي حتى بشي تغيير. يمكن لك تاخديها مع اي برودوي، يعني اي دواء كتاخديه وصفوا لك طبيب او لا شي حاجه، يعني ما عنده حتى شي، هذه ما عندها حتى شي تاثير عليه. نتمنى نكون فدتكم بالنسبه للنيم. هذه سبيرولينا، سبيرولينا حتى هي فيها فوائد كثيره كثيره كثيره، وغنيه غنية بالبروتينات، ومصدر يعني مصدر ديالها مزيان لمضادات الأكسدة. والفيتامينات اللي فيها هي فيتامين بي وفيتامين أ وجي وجيم ودالو هاء، يعني هادو قليل فاش كتلقاوهم يعني في برودوي هكا مجموعين. وفيها المعادن، فيها بزاف ديال المعادن اللي كيحتاجها الجسم. يعني شوف شحال من حاجه فيها الصراحه مزيانه. وقلت على فقر الدم، انا يعني هاد الادويه اللي انا طالباهم يعني كل حاجه ليش صالحه، يعني يعني حتى اللي فيه فقر الدم الحاد او لا فقر الدم العادي يعني مزيان عليه. انا حتى فيا فقر الدم، كان يعني جاني في ولادي بثلاثه ولقيت مشاكل لا في الحمل ولا مر الحمل. ملي بديت كناخد سبوريلينا يعني الحمد لله مبقاش فيها فقر الدم، مبقاش كناخد كاع الدواء، يعني كناخد غير هذا. وكيقلل من مستوى الكوليسترول، يعني يعني اللي عنده الكوليسترول مرتفع كيخفض المستوى ديالو لواحد الدرجة يعني ما تخيلوش، يعني جد هائل هاد الدواء هذا. بالنسبة للسبيرولينا هذا هو الأدية الحبة ديالها كي كتشوفوا، يعني لحت بقعة جديدة يلا خديتها، سليت البوطل الأولى دابا هادي التانية. شتو كي دايرة من الداخل، كنتمنى الاستفادة. يعني أنا بغيتكم حتى نتوما تستافدو بحال اللي مستافدة أنا، يعني ما بيناتناش كنا خوت، كنا حبابات، كنا صحابات. اي وحدة عندها شي مشكل شي حاجة مرحبا، ما عندي حتى شي مشكل، نستافد مني ونستافد منها. كاين هاد الفايلر فايبر سوري فايبر كيحتوي على ثلاثة ديال الالياف قابلة للذوبان، يعني هاد الالياف هذا كيخليوك تشعر بالشبع، يعني اللي بغات تضعف واللي بغات، هادو هما الالياف. شي كي دايره من الداخل البنات، هادي كتاخدي معلقه صغيره الصباح قبل ما تفطري او لا قبل ما تغدي، هي من الاحسن انا كناخدها في الصباح قبل ما نفطر بشي ربع ساعه ولا نص ساعه، كناخدها كندير معلقه صغيره في كاس ديال الماء كبير كنخلطها وكنشربها. يعني موراها كتحسي بالشبعه، ما كتقديش هكا، ما كتقديش تشطري، ما تقديش تاكلي، يعني كتاكلي ولكن داكشي قليل. علاش؟ حيت لي برودوي ديالك بحال اللي كيغطيو لك المعده، يعني وكي ما كيخليوكش تاكل اكثر من الطاقه ديالك او لا اكثر من الاستيعاب اللي كتخلي لك، اللي كيخلي لك هاد الدواء هذا باش تاكلي. وكتساعدك الالياف اللي فيه على فقدان الوزن، يعني اللي باغا طيح الوزن، اللي غطيح الوزن البنات وخدات هذا يمكن لها تعبر راسها قبل ما تاخذو بسيمانه مثلا هكاك، مر سيمانه تولي ترجع تاخذو يمكن لها تلقى الفرق كبير، ممكن تنزل حتى 2 كيلو 3 كيلو في السيمانه. انا درتها الصراحه انا راه كنت وصلت ل 100، دابا الحمد لله راني واصله ل 80، يعني 20 كيلو في شهر الحمد لله. ما كنتش وكان الوزن ديالي مستقر، يعني بنتي كتعاوني في الفيديو. كما قلت لكم يعني كنت وصلت حتى ل 100، دابا الحمد لله 80، يعني في خلال شهر نزلت 80. تقولوا لي خاصني نبان ان شاء الله، دابا ندير شي فيديو نبان ونحط لكم قداش كنت وقداش وليت ان شاء الله، ما عنديش مشكل. وكمان كنت غادي نهضر لكم مصريه، وكيحيد حتى اللي عنده هذا الالتهاب ديال المعده، كيصلح ليه كيقلل من التهاب المعده. وتا هو مزيان اللي فيهم مرض السكر، يعني كيحد من ارتفاع السكر في الدم.
وكيصلح حتى هذا القولون، يعني اللي عنده اللي مرضي بالقولون هذا كيحد من التهاب القولون، يعني مصرع الكبير اللي مريض مصرع كبير. دابا ندوزو للزيت. الزيت هذا البنات كما قلت لكم كنديرو انا وكديرو بنتي، كيطول الشعر كيخليه رطب، غني بزيت زهرة العطاس شجرة الشاي. يعني شنو لكم البنات، لي برودوي ديال هاد الشركة كيحمقو، والريحة ديال هاد الزيت هذا يعني انا ما شنو نقول لكم، كنديرو بحال اللي تقولي غاسلة ما عتب الا شامبوان ورا غير هاد الزيت هذا. غزال غزال. كاين ديال الشعر العادي، كاين الشعر زيت ديال الشعر الحراش، الشعر الدهني كاين زيت ديالو باش ما كتخليش دهني، كاين ديال جميع انواع ديال الشعر. شوف انت فين واقع. وكاين هذا ملمع الجسم، هذا قماش ديال الجسم كله كما قلت لكم، يعني كيحد من الثقوب اللي كتكون في البشره عندنا اولا المسام، كيخلي الجلد جد 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 رطب، وكيبيض في نفس الوقت. بالنسبه لهذا للبشره العاديه، كاين البشره الحساسه حتى هو كاين، كاين البشره الميكس على حيت بشرتي عاديه. تخيلوا كنديروا اللحمي كله والله سلكيت وليت ندير هو، كيخلي واحد الريحه زوينه البنات، زوينه واحد الريحه ما نقولكش ما نقولكمش ما نقولكمش، انا كنتعاود بحال اللي جالسه معاكم. بون وهاد الصابونه هادي حتى هي ريحتها غزاله، اللي كتبغي دير صابون لوجهها في الصباح كتغسل به ولا شي حاجه، هذا حتى هو ريحته فنه وديال البشره العاديه. كاين حتى هو البشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشره الميكس، مصنوع من نشوف مناش مصنوعات الصابونه. مزيد زيتون والعسل. فوالا البنات، هذا هو لي برودوي اللي انا عجبت هادو دياولي. اللي بغات هي بغات شي برودوي، بغات تسول على شي حاجه، مرحبا انا رهن الاشاره ديالكم، سيرتو اللي كاينين البنات اللي كاينين هنايا في الامارات، تواصل معايا خاص، ومرحبا في اي وقت اي حاجه بغيتو تسولوا عليها انا موجوده، ما كاين حتى شي مشكل. يلا حبيباتي بيزو بيزو، وان شاء الله تكونوا بالف خير، ونخليكم على بخير وعلى خير يا ربي. يلا بسلامه عليكم، تهلاو لي فريوسكم، ما تنساوش.